رسمياً نعلن اليوم عن افتتاح هاكاثون العربية السعيدة، أول هاكاثون في الجمهورية اليمنية. الهاكاثون عبارة عن مسابقة تنافسية تجمع مجموعة من الشباب في وقت محدد للحصول على منتج نهائي قابل للتطبيق. طبعاً هاكاثون العربية السعيدة هو أول هاكاثون في الجمهورية اليمنية في مجال تطوير الألعاب. جاءت تنظيم هذه الفعالية بمبادرة من GIZ من أجل دعم ألعاب العربية السعيدة وفي نفس الوقت اكتشاف المواهب والمطورين الشباب الذين لا يزالون مختفيين في السوق اليمنية. فالهدف أنه نحصل على اللعبة خارجة من المجتمع وبصناعة الشباب الموجودين في المسابقة اليوم. This hackathon is part of the Peace Support Yemen project, which is co-financed by the EU and the BMZ. Target of this project is to spread a message of peace and coexistence through Yemen. تم اختيار الفرق المؤهلة بناء على عدة معايير، من ضمنها عدد المطورين داخل الفريق وما مدى خبرتهم. تم اختيار 7 فرق للمشاركة ضمن هاكاثون العربية السعيدة. بالنسبة لليوم الأول، في أول ساعة من الفعالية هذه تم الإعلان عن الثيم الخاص بالهاكاثون والذي يتمثل في دعم التعايش في اليمن. ضغط العمل في وقت قصير يعني واحدة من أهم المشاكل اللي واجهتنا أنه إحنا أعضاء الفريق كلنا أول مرة نشارك في هاكاثون. كنا متوقعين بعض المتاعب من ناحية بدء العمل بالنسبة للفرق بحكم أنه حتكون أول ساعة للعمل. كانت أيضاً مفاجأة لنا أنه هناك فرق جاءت مستعدة وموزعة مهامها بيناتهم البين ومتفقين كل شخص يقوم بالدور الفلاني. أحياناً حتى بنضطر أنه نقلل من ساعاتنا وما نام. في من الأشخاص اللي ما يناموش خالص عشان يكملوا العمل، بس بقدر الإمكان إحنا حاولنا أنه ندعم بعض، نساعد بعض، نخفف من التوتر اللي قد يصاب بالفريق. فالمنافسة كانت حلوة من نواحيها اللي تشوف الفرق كامل مجتمعة بتشتغل سواء كان على فكرة أو سواء كان على الستوري أي حاجة في اللعبة، من يقدر يخرج روح الجماعة اللي عنده في الفريق أقوى نقدر نقول إنه المنافسة الأقوى. فكنا يعني نحاول بقوتنا إن إحنا نشتغل بيد واحدة عشان نوصل القوة اللي فينا. أكثر شيء حبيته في الهاكاثون هو الجو اللطيف الموجود، ما فيش جو إنه منافسة وفي احتكاكات، ما صارش الحمد لله أي احتكاكات من أي حد. يعني كأنه ثيم اللعبة اللي احنا واخذينه اللي هو التعايش احنا عشناه بشكل مصغر في الهاكاثون. كانوا متحمسين جدا، بيصمموا ليست اللعبة فقط للترفيه، بيصمموا اللعبة وفي اللعبة هذه فيها رسالة للمجتمع، فيها رسالة عن الثقافة اليمنية، فيها تراث يمني. احنا حرصنا في أرابيا فيليكس هاكاثون ان احنا نوفر لهم الجو الممتاز والجو اللي يكون مناسب لهم ويحقق رغباتهم وقدراتهم في انتاج اللي هو مطلوب منهم في الهاكاثون. فتحنا لنفسنا سوق جديد في الألعاب، تعلمنا في 3 أيام أتوقع ما يتعلموش ناس في أشهر. بالنسبة للفريق أنا أعتقد أن الاستفادة الجوهرية هي التجربة الجديدة اللي خضراها ومشاركة في أول هاكاثون على مستوى اليمن. الأشياء الإيجابية اللي تعلمتها من الهاكاثون فعليا أن أنا ممكن أقدر أجمع فريق وهدفهم واحد، يعني فيهم الشغف والحماس أنهم بينتجوا شيء جديد، بيعيشوا تجربة جديدة. الفرق أبدعت في اختيار التارجت جروب تبعها وأبدعت في اختيار الأفكار الخاصة بأفكار الألعاب الخاصة فيها، وكانت نتيجة التحكيم أيضا محتارة في كيفية الفصل النهائي في موضوع الفائزين، لكن في نهاية المطاف بالرجوع إلى الآلية المعتمدة للهاكاثون تم اختيار الفريق الفائز ونبارك له. الفريق الأول كان صاحب لعبة حل فلات. سيحصل الفريق الفائز على عقد لإنهاء اللعبة بحيث انها اللعبه تؤول ملكيتها للGIZ ويتم اضافتها ضمن الالعاب العربيه السعوديه.